خليني ابدا الكلام الاول ان انا اوجه تحيه لجميع المسؤولين اللي تعاملوا مع الحدث بكل جد ونشاط واهميه واهتمام. المشكله اللي حدثت امبارح، عشان احنا مش عاوزين نجلد نفسنا ولا نظلم المسؤولين بتوعنا، المشكله اللي حدثت امبارح ان في كميات مياه رهيبه جدا نزلت من السحاب، احنا متوقعين وكنا قايلين امطار غزيره، نزلت بسرعات كبيره جدا في وقت قصير، فائت معدلات الصرف داخل البلاعات اللي هي خاصه بالصرف المياه. دي نقطه. النقطه الثانيه ان هي حصلت وقت الذروه كمان ايضا، وقت خروج المدارس والجامعات والموظفين، مما اعاق الفرق الخاصه بالتعامل مع كميات الامطار او كميات المياه المتراكمه على الاراضي في اغلب احياء القاهره. انما لو انت حضرتك تحركت في اي مكان في القاهره دلوقتي، هتلاقي هتلمس اثر المجهود اللي عمله السيد محافظ القاهره والساده المسؤولين اللي تحت قيادته، فتحية ووقفة إجلال لجميع المسؤولين في كل القطاعات داخل محافظة القاهرة. تمام. ومش هنسى أن أنا أتقدم بخالص الشكر والامتنان لدولة رئيس الوزراء على الحكمة البالغة اللي اتعامل بها مع الحدث، أنه هو قام بتعطيل الدراسة اليوم خشية من تجدد فرص سقوط الأمطار اللي احنا متوقعينها النهاردة، حيث أن الفرصة ما زالت مهيئة جدا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والدلتا ومدن القناة، يعني على كافة الأنحاء تقريبا يا دكتور إبراهيم. بالضبط، على كافة الأنحاء يا فندم. بنفس الغزارة بتاعت امبارح ولا أكتر ولا أقل؟ يعني مش يعني هنقول يعني زي امبارح تقريبا. زي امبارح. ومستمرة إن شاء الله لغاية إمتى يا دكتور؟ هي سقطت فعلا، يعني في أجزاء في الدلتا والوجه البحري سقطت تبانها بغزارة جديدة، سقطت على طول الطريق السريع الزراعي اللي هو من اسكندرية للقاهرة، خاصة من منطقة من بنها إلى القاهرة. الطريق كان مليان امطار، سقطت لمده اكثر من ساعه وربع متصله النهارده صباحا، سقطت في القاهره بالفجر النهارده الساعه 3 صباحا. يعني احنا زي ما توقعنا، وكان دوله مالي الرئيس الوزراء معها حق فعلا ان هو يعطل الدراسه اليوم حفاظا على امن وسلامه ابنائنا وبناتنا في الجامعات المصريه والمدارس، وحتى تتمكن الفرق الخاصه بالتعامل مع كميات الامطار من اداء واجبها على القدر المنشود منها. طب احنا هنستمر على الحاله دي لغايه امتى يا دكتور ابراهيم؟ ان شاء الله رب العالمين. احنا فرص سقوط الامطار وانخفاض الحراره واستمرار حاله عدم الاستقرار مستمره معانا لغايه نهايه يوم الجمعه القادم، يبدا فيه توقع في تحسن في الاحوال الجويه اعتبارا من يوم السبت القادم ان شاء الله رب العالمين. باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم هيئه الارصاد الجويه.